ديال شرف ما عندوش بيرمي ولا شنو؟ لا يلاه غادي ديال بيرمي، غادي ديال بيرمي دابا ان شاء الله. وكيفاش كتسوق بلا دابا كتسلك لا فرود؟ الله الله الله، واخا ما خاصش نقولها في اللايف اصاحبي. ها سي كاميرا هنا وتعاود ودير بحال دابا كتصور اللقطه الاولى، واللقطه الثانيه خصها تجي اصوب شي مع الاولى على حسب المونتاج. نسولكم على القضيه ديال سميتو، بحال دابا الدراري اللي شدوا بيرمي في المغرب كيفاش يلقاو الخدمه؟ حيت اللي هضرت معاه كيقول لي راه شاد بيرمي وما كاينش. بزاف ديال الميساج من الدراري كيقول لنا حنا عندنا بيرمي ولكن ما لقيناش خدمه. دابا الدراري خاصهم يتحركوا، خاص الدراري خاصهم يقلبوا، حيت الخدمه راه ما تقدرش تلقى الخدمه وانت جالس، فهمتيني؟ خاص الدراري يديروا السبب. شنو الطريقه باش تقلب؟ تقلب. والدراري دابا كيبغيو بزاف لانتيناسيون، ما كيبغيوش هادشي ديال المغرب. لا ولانتيناسيون لا صعيب. انتوما كديروا لانتيناسيون ولا كديروا المغرب؟ لا حنا المغرب انتيناسيونال، انا الانتيناسيونال ديال المغرب، حنا هذا المغرب. هو مع الوالد ديالو عاوتاني مع الوالد الامور. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. لا حيت دابا بحال دابا حنايا هنايا كتدخل الويب سايت كتقيد فيه تتقلب على خدامي. دابا الشكل ديال المغرب ما عرفتش شنو كيفاش كتلقى الخدمه، فين كتقلب؟ كتمشي دابا بحال مثلا بحال شركه ديال الاتقان، دابا بحال الشركه دابا ديال الاتقان بحال هذا، كتمشي تدفع لهم سي في. الناس حبس عبد الصادق، دابا نقول لك هذه وقعت قدام عيني. بحال دابا جا واحد الشيفور، دابا المقر يعني الرئيسي ديال الشركه كاين في كاين في كاين في كازا. واحد السيد دابا اكادير، جا واحد السيد هو يعطي السي في بحال عطى السي في سيكوريتي على اساس ان هذه الشركه هذه هي غتخدموا شيفور، ولكن لا الرموك بحال دابا هاد الرموكات ماشي البيرو ديالهم هنايا، كاينين في كازا. السياج كاين في كازا، ويعني اي ورقه حطيتيها هنايا غتبقى هنايا، راه ما غاديش يديروها. يعني تمشي لاجونس في كازا باش يقبلوك في السيفي ديالك. ايه، والغلط اللي كيديروا بزاف الناس عبد الصالح بحال دابا هاد اللعيبه نتاع السيفيات ماشي مابقاتش خدامه، بحال دابا راك عارف الرموكات اللي ولا مليون ماشي يعطيك الرموك. شنو هي احسن طريقه؟ بحال دابا الواحد دابا يدخل الدومين خصو يدير بلاصتو، يعني بحال شي شيفور كيمشي بالرموك خصو يمشي معاه. يمشي معاه ويبان في الصوره ويسوق على هذا ويدير معاه، يعرفوه الناس. حتى جاب الله شي نهار شي واحد هضر عليه، بحال شي شيفور مشى هضر مع الباترون قال ليه اودي شوف راه كاين واحد الشيفور هادي كيقول لي عيط عليه يعطيه كاميدي. ولا بعض المرات عبد الصادق كاين هذه وقعت قدام عيني، واحد الشركه خصاتهم الشيفور، قال لي واش ما كتعرفش شي شيفور؟ ماشي مشاو قلبوا في السيفيات. بحال جيت عند جمال قلت له واش كتعرف شي شيفور ضمنو انت؟ يعني الشيفور ضمنو نتايا على يدك، يعني انت تايق فيه. وحتى فعلا السيد جاب جوج شيافر خدمه، جوج شيافر جابهم و تيسرات زعما الامور وخدموا زعما بحال الطريقه في وسط الدومين ويضحكوا. احسن حاجه كاع، احسن من واحد يدير بلاصه. واحد دابا المشكل تاع الشوافري دابا ما اللي سولتك يقول لك راه كان زعما كنهضر مع الشوافريه ولكن ما تيعطونيش هذيك الفرصه باش نمشي معاه. بحال واحد قال لي كان مع الشيفور تخيل معاه مشى معاه حتى لوجده ورجع وما عطاهش يصوب. هو يمكن ما تاقش فيه الله يرحمه. لوجده ولكن من كازا لوجده والوتور زعما ما غاديش تعطيه بعيده. طريق يعني طريق كاين طريق فهمتي، وانت الوتور كاع ما غاديش تعطيه حتى ساعه يسوق. دابا كاين اللي ما كيديرش الثقه في الشيفور، مزيان كيشوفها من النظره الاولى، كاين اللي كيشوفها من النظره الاولى كيعرف بلي الشيفور ما مزكيش. مزيان يا خي عبدو. دابا العقليه راه بدات كتبدل شويه. دابا كنشوف بحال دابا انت 17 عام 21 يعني كون رجعنا للورشي شويه راه محال يعطوكم تسوقوا انتم الرمو. راه كيقول لنا الناس القدام والشوف القدام يقول لك زعما عرفتي شحال هذه، وما كيخليش كاع تقيس الكاميو باش تطلع عليه زعما. كدوز حدا الكاميو يقول لك سير بعد من هنا. اقسم بالله كيقول الوالد الوالد شحال هذيك، كيقول لك تجي حدا كان ما كيجري عليه. دابا الناس دابا انا في عمري راه ماشي دابا ولات 17 عام، راه كنت كنسوق عندي 14 عام 15 عام، دابا راه ولات عندي 17 عام. بارك الله فيك. عرفتي علاش كبرنا في هذا الهيد ديال الرموك؟ كبرتي في الرموك وكبرتي في الميدان، راه امبوسيبل زعما انك ما تعرفش. اذا انا اخي عبدو خرجنا من المدرسه شحال هذه يعني اكتيفينا بزاف مع الدومين هذا بزاف، حتى زعما في هذا العمر ولا كنصور ما كنديروا بزاف ديال الحوايج اللي الناس كديرهم في فلاش كبير، حنا كنديروا في فلاش انا واشرف
بحال بحال واخا هو في عمره 21 في 17 بحال بحال كتبان قد بعد اشرف عطيش 17 18 وكان بان انا كبير عليه ولكن انا صغير كتبان صغير صغير بزاف راه واحد القضيه ولكن زوين بحال سير سير انت الاول لا انت الاول قلت لك دابا ولاو معاونين راسهم يعني بحال دابا واش دابا الشيفور القديم راه باش يدوز ديك الطرشه وديك داك البريميير دابا شنو دابا كتكون هابط اخويا عبد الصادق في الهبطه الريغيلاتور دو فيتاس كتريغلو كيهبط بوحدو في الطلعه عاوتاني اما كتكسيري ليه هو كيزوق راسه هو كمية يعني دابا انا وراه الريموكات دابا جداد هما اللي كيساعدوا شويه بزاف دير افونتاج بزاف ولكن دابا كاينين شي شواف راه كيعبدوه كيقول لك انا ما غاديش نطلع لهاد الكاميو الا ما فيه الثلاجه ولا ما فيه دوبلوطاجيتا ولا في فيتاس ما بغاش يتشرطوا كاع يتشرطوا دابا كاينين شي ناس راه كيصيفطوا على الكريبي الناس يقولوا لا انا ما بغيتش كاميو بغيت كاميو طوماطي يكون فيه ما يكون فيه الثلاجه انا ما خدمش كاميو واش هذا جداد ولا كتهضر على الناس القدام في الدومين ولا الناس ديال الدراري دابا ولا الفشوش ديال الدراري ما يبغيش لك دابا تعطي كاميو قديم بقاي دوز فيتاسات لا ما باغيش بحال هكا عطاني هو راه هذا فيتاس دابا عبد الصادق انت دابا هادي سكانيا جي 400 دابا هادي نيت اللي كنسوق انايا جمال كيسوق سكانيا يعني ديك البلازما ديك الجديده اس 500 شوف ولكن لافونتاج كاين في هادي دابا هاد اللعيبه هادي ولكن شوف انت بحال دابا غندوز بريمير خفيفه علاش رطبه ماشي بحال انت غندوز عيب شويه ماشي بحال واخا مانيور كدوز عيب شويه انت دغيا صافي كدير نصوصه عاديين يعني واخا دابا مانيور هادي موديل جديده ماشي جديده 2019 تقريبا صافي كتمها وتفلها بطا كدير 90 كتفيكس في 90 اون فوا كيفو 90 ديالو الروتار دور كيخدم يعني معاونة تبارك الله مزيان وتطرق دابا يعني. كان في ماشي بحال مرتاحين زعما دابا ماشي بحال المهم ما بقاش داكشي اللي قديم ولا حسب الماكله شنو كديروا تطيبوا ولا كتاكلوا على برا دابا خي عبد الله قلت لك عارض عليهم انا اقسم بالله كنتسنى غير خويا وماما ما خي عبد الله كنتسنى غير خويا وماما شتيهم نمشيو نضربو كسكسه في الدار عندي عارض عليهم ماشي يشوفوا الكامي ديالنا حيت هذا السي اشرف غادي يشري بكامي بحال ديالنا ان شاء الله عندي محاوله ها هو باغي يشري ميرسيدس ولكن رغمته بزاف على الاس 500 عندنا كامي بلازما اس 500 2021 وزوين على ميرسيدس داكشي هو عجباتو داك الاس 500 وباغي يشريها شحال دايرين تراك دابا في المغرب الا بغيتي تراك جديد دابا الاس 500 عاد ديك سكانيا دي بلازما هذوك اللي خرجوا سكانيا بلازما ندير هذوك هذوك دايره دابا هذيك هنا في المغرب الا بغيت تخرج كريدي دايره 129 لا 22 كاش 115 حيت في الكريدي دابا الكريدي كتزاد شويه فهمتيني كتزاد هذيك اللي كنسميوها حنايا الريبه كتزاد شويه في الثمن ما الا بغيتي تاخذها كاش كتخلص عليها 115 كتاخذها حلالا طيبه واش من الموديل هادي هادي ولا كان قلت لي دابا 120 الموديل 2021 في قول تقريبا 2022 بقات واحد 4 شهور خاص تراكات راه رخاص ولكن هاد واخا يعبدوا دابا تزادوا حاليا تزادت وما كايناش كالدوموند ديالك كتجي لك على شهرين لا اش من شهرين 5 شهور 6 شهور كتوصلك عاد كتوصلك دابا قلال التراكات ما كاينينش بزاف داكشي اللي كيدير هذا بحال دابا حنا دابا التراكات التراك اللي كان تيدير 160 برينيو جديد ماكازا دابا كيدير 200 250 وما تلقاش خاصك تاو اوردريه ياك تزادوا نفس الشيء ذلك المغرب راه تزادوا فيه الكميه بزاف ولا دابا كلشي مضوبل اصلا دابا كلشي تزاد راك عارف اخي دابا كلشي تزاد ذلك شنو الشيء اللي كان مع من خدامين نتوما دابا اشرف خي اشرف خدامي مع سميتو مع اتقان راه معروفه هي في المغرب اييه شركه دابا هو ماشي اخد انا راه ما انشاف انا كنتدبر دابا هو ماشي خدام اوكي دابا هو كيتعلم مع خويا مصطفى اللي خدام في هذا الكاميو
باش اون فوا يدير 21 عام دابا هو غايدير بي ام اكس في شهر 3 اون فوا باش تجيبو الوقت معلم باش يسير كامل يدير يخدم ما بقاش يتعلم يبقى يدير شنو ما عندوش بيرمي ولا شنو لا يلا غادي يدير بيرمي غادي يدير بيرمي دابا ان شاء الله كيفاش كتسوق بلا دابا كتسلك الدراري واش شكون اللي تقي عندكم اويلي هذا السمك اللي ضحكش اويلي هذا السمك اللي ضحكش لا عادي مشات لك بعد الدراري ما نطلع عمس اخويا يبدا نطلع طلع ابصر الخوت اسمح هاد دوري من الخدمه داكشي اش تقطع قلت لك ماشي مشكل راه صافي راه وعدو صافي راه تسنج بدا جمعتها صافي يلا انا راه كنت شي كضحكوا انا شي هبل ضحك صافي صافي ما في ضحك صافي نعاودو اللقطه من الاول يلا ثلاثه نعاودو اللقطه اكشن اكشن راه في الميت وري ديالك فين هو ديالك راه ديالي ديالي انا من القدام من القدام هو البيرمي ديالي فين هو ديالك وري وري اوا فين هو ديالك هذاك اوا شتي ولا ديالاش لا قلت بالجهه الاخرى هذا ديال شوف عبد الصادق ها هو شتي دير راسك كتشوف كلشي دير راسك دير روحك انا شوف انا شوف كتزيد الله لا لا بانية بانية ديال رموك تما بانية لا 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 ها كاين ديال رموك والله لا والله لا كاين هنا بالربا كاين الرموك كاين الكار كاين كلشي كلشي راه كاين تما غير ما كوشيتوهمش اي عند والسيمير الشاطه غيقاد داكشي كامل يدير لها الطريق راه الطريق اللي فيه اه واش شي اجي نقول لكم دوز بعدا ديال الكاميو ماشي ديال الرمو خاصك دوز ديال الكاميو هو الاول عاد ديال الرمو الكاميو هو الاول عاد ضروري دابا داك القانون الجديد ممنوع ما عندكش حق دوز ديال الكاميو ديال الرمو عندكم ديال الكاميو تا هو ولا لا 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 هي لا 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 حول ولا قوة الا بالله عبدو اس تي يمكن الا ما خفت نكذب
ايه ها هو عبدو ان اس تي بالك تما صافي راه يطلع. لا حول عبد الصاد انا طلعت صافي المهندس غن. شوف عبد الصاد عليكم السلام عليكم. عرفتي شنو غندير عبد الصاد؟ اه خلينا نعاودوا اللايف باش لا اونغوجيست خايشه بعد ما يكون الدنيا هانيه. صافي راه اونغوجيست خاوي. لا ياخذ دابا راه المشكله حتى اللي دخلوا جديد كتفكروهم. باش يرجع اللور يتفرج. شوف واحد القضيه راه عادي داكشي اللي كتقول دابا انت راه ماشي كتسوق انت راه غريسون. انت غريسون اخويا كتقاد الكاميلا. انا كنت خدمت غريسون مع عمي كنقاد الكاميلا نشوف ليه بلاصي هنا نسد البيبان فهمتيني صافي. داكشي اللي كديروا نتوما لا داكشي اللي كديروا نتوما ما كتسوقوش والله ما مغدي. والله يا ولد صاحبي تسناو يا خويا نمشيو نضربوا واحد القصريه صافي. شوف باش تهضروا على البيرميه متشرفين بعدا اشرف صافي. الله يحفظك اخويا عبدو. دابا اخويا جمال عبد الله متشرفين. تحياتي اخويا عبد الله. الله يحفظك. دابا امرو ما فيه هو كتبغي دير بلاصتك باش ما كان يعني كتبغي تدخل كيما يعني كتقاتل باي طريقه خصك تتعلم باي طريقه خصك تدخل الميدان يعني ماشي نبقاو جالسين وعاد نتسناو فهم يعني فهمتي اخويا بصراحه يعني كنحاولوا لكم انايا حيت دابا نتوما باقي صغار كيفاش حتى تعطاتكم الفرصه في المغرب انكم تسوقوا الريموت فهمتي الباكيه. بالنسبه انا واشرف انا بالنسبه للوالد ديالي الله يخلي ليا هو اللي زعما هو اشرف صاحبه داكشي علاش باينه صافي داكشي ديال المعارف. اجي قلت لي انتم كديروا غير المغرب ما كديروش سميتو الصحراء ولا زعما الجنوب ما كيخدم هو كيخرج الجنوب ماشي المغرب لا هو كيخرج. انا كنمشي طونجي ميد ان شاء الله فاش ندير في ميد نخرج برا. مزيان كنفرصه وكنرجع مع الدراري اخويا واخا ما كنعرف حتى واحد كنجي معاه صح تكون مزيان كنوريها الفيديوهات ديالي كنقول ليها اودي شنو راه عندي بيرمي ديال الكاميو ديال رمك راه كنسوق رمك راه نمشي معاك. قال لي يقول لي يلا كيكذب عليك. لا راه صاحبي راه زوينة النية هي اللي كتهضر والله فراس واحد القضية راه تامريكا راه كانت فيها هاد اللقطة هادي الناس يسوقوا بلا بيرمي حتى هما كانوا كيسوقوا هنا 16 عام 16 عام كتلقى تا سوق الرمو 16 عام كيتبان هو راه 16 عام. دابا باش يكونوا راه ماشي على شحال هادي راه لحد الآن باقي الناس كيسوقوا بلا بيرمي في تكساس وفي كاين ولكن واحد واش اي شي فور زعما كيما ضروري في صغرو ولا في واحد لاج كيصوغ بلا بيرمي هادي ضروري منا. لا شوف هو شوف غنقول لك واحد القضيه اسمح لي ندخل. هو راه ممكن اي واحد كيصوغ بلا بيرمي بلا ما تصوغ خليهم صاحبي. لا دابا ولا عندي لا راه هما طاحوا اللي قاد لهم البلاطي يلا يحفروا بيرمي. دابا منين درنا دابا درنا بيرمي دابا كنهضروا شحال هادي كنهضروا شحال هادي ملي كنهضروا بيرمي هادي 1900 وزيك الحال كندوي على شحال هادي بيرمي ديالنا كلشي ديالنا كومبوز كاين. دابا حنا كندوي على شحال هادي دابا الحمد لله. لا بقى شوف هيا الناس عرضي اقسم بالله الناس كيطاقيو الامن الوطني. شوف حنا كنديو على اجي شنو انت راه كتشدو هذا اكادير اكادير كيف الحال هذا ولد رشيد والله لا عبدو والله لا عرفتي سخنت اخويا ناري لا شوف راه الهضره وتتبع شي حاجه راه قلت لكم انتم راه ما كتسوقوش حنا كنديو حنا مش نسولف مش كاد حنا كندوي على شحال هادي داكشي داز. دابا حنا كندوي على الماضي ديالنا ارتوالت قبل رمضان وي انا تا غتوصل وراك فهم ولا ما مارو كيف فهم سن المهم هذا الضمنطه كاينه. لا شوف راه واحد القضيه بلادي راه غير كضحكوا ونهضروا
اما انتم راه واحد القضيه بلادي بلادي راه غير غير كضحكوا ونهضروا اما انتم راه ما كتسوقوش كما قلت لكم اغريسيون فهمتي لا ديك ملي كنت ملي ديك الساعه راه الهضره ديال اللايف راه بوحدها واش هما يجيو واحد انت قلتي في اللايف شو قاع مشاو كندوز الفيديو هذا في الخوا ما كنتمشاوش كنبقاو ندوز الفيديو هذا في الخوا كنتعلموا مزيان عاف واقفين وكندوز الفيديو فهمتيني كنبقاو نحلموا زعما بحال كنتمشاو فهمتيني انت جاب اشرف هذاك اللي عندك انت نص فيتاس شو الفيتاس قداش بارك الله واخا يا عبد الله وزن دبي زادت له وزخته هذا الفيتاس وانان بارك الله انت الفيتاس المرك على كميتين كما قلت لك الواحد زعما الواحد لا بغى واحد تعليق واحد تعليق قال لك جمال قال لك كيصوني لك الوالد كيقول لك في اللايف غتخرج علينا غادي نشوف غادي نشوف والله شوف عبدو ها هو الكميت شتي كي ما عرفتش كيبان ولا لا شتي سكانيا ياك سكانيا هو الكميت ديالنا شتي لا زوينه تبارك الله زوينه سكانيا اش كيقولوا لها اشنا هي اللقب ديال سكانيا في المغرب اشرف وراه كيلعب دور عاوتاني حتى الـ حتى الـ الهورس باور الخيل وشحال من حاجه كتلعب دور في الكاميو شوف هي الكاميو ما تشدش ولكن شنو هو الطب في المغرب شنو هو الطب في المغرب في الكاميوات سكانيا اس 500 هي اللي عندنا حاليا هي الطب في المغرب صراحه كذب عليك وكاين واحد الفولفو كاين الفولفو ما كاين واحد الفولفو ال هذيك اللي خرجت الاخرى في المغرب اللي كاينه في المغرب ولكن المهم احسن كاميو في المغرب حاليا سكانيا راه بحال الفريت لاينر ديالنا عبد الله صبره هي كتصبر كتصبر بياس ديالها بياس ديالها قليل باقي لي واحد 45 دقيقه باش نوصل وغنحط هاد الشارج هذا وغنهز واحد اخر عاوتاني غادي ندي لك البلاصه حتى خي عبد انا واحد ما فهمتش حتى مسحت اللايف الله يزرين تمسحت واحد عبدو واحد الحجاجي من الخير تمسح من الخير تمسح هذاك الحمد لله مسحو سي الله تمسح هذاك المايل راه ما فهمناش هذاك المايل ديالكم اللي كاين تما مازال ما فهمناش ذاك المايل الكولوميت ما شنو هو الفرق ما بين المايل والكولوميت وان مايل هو وان تقريبا شحال كيساوي الكولوميت شحال الكولوميت مايل شحال مايل دابا كل دابا فهمني البلا كيفاش داير واحد مايل يساوي 1.6 كيلومتر يعني كيلومتر ونص ديالنا حنا 1600 متر دابا قلنا كيلومتر ونص هنا ملي دايرين ديك اللعبه ديال خليفتو خليفتو عرف ولا شي لعبه فهمتي هما كيحسبوا ما كيحسبوش بالكيلو وما كيحسبوش بالكيلومتر الكيلو كيفاش كيحسبوا شي حاجه اخرى كاين الباوند الباوند باوند باوند والله مري صراحه الله عارف زعما شنو كتقول كيخدموا بحاجه اخرى شنو هو قلت لك زعما كيخدموا لا بالك هذيك الباوند كيخدموا بها الواحد ديالهم بوحدهم ولكن الى جيتي الى جيتي راه حتى العرب قديما كيحسبوا بديك الميل والقدم شحال هذه صافي الصوت يتقطع كتسمعني دابا
شحال ديال الطريق كاع كضربوا دابا في النهار؟ شحال عندكم ديال النهار؟ بحال دابا الصباح البارح شحال جينا حنا من كازا بتنا في مراكش، ومن مراكش كملنا الطريق. لا دابا شحال كيلومتر تقريبا الافريج ديال كم كيلومتر؟ ضربنا 400 حنايا اليوم، باش 400 باش 485 كيلومتر ديالنا من كازا 485 كما قال جمال. يعني شحال المايل؟ شحال المايل اخي عبدو؟ تقريبا نقول لك ساعتين بتكون ما عرفت شي 100 مايل ولا شحال؟ 120 مايل؟ 120 مايل 100 دير 55 مايل للساعة. لا 55 مايل 55 نعطيها الافريج ديال 55 مايل في الساعة. شوف شحال الساعة؟ الساعة 30 دقيقة ياك 60 دقيقة 60 دقيقة. لا شحال من ساعة درتي نتايا البارح؟ شحال من ساعة؟ والله ما حسبتش. مراكش كازا ساعتين. لا انت شوف ساعتين هي الصباح خرجنا من مراكش صلينا الفجر وخرجنا، خرجنا مع شي 5:30. ولكن عاوتاني عطيني اللايف. عطيني دابا مزيان طليتي على مزيان دابا على لا مزيان طليتي على الجي بي اس داكشي على شحال درنا عبد الصادق. المهم ديمارينا مع الفجر، من الفجر صلينا الفجر في مراكش وديمارينا مع وصلنا هنا تقريبا لكاز لاكادير، وصلنا مع 12 وصلنا مع 12 ولكن ماركينا 45 دقيقة عبد الصادق، ماركينا 45 دقيقة. انتوا بعدكم كل 8 السوايع كديروا 45 ياك؟ لا 4 كل 4 السوايع. 4 السوايع 4 كل 4 السوايع 45 دقيقة. شحال من ساعة كدير في النهار؟